أيها كل عام وأنتم بخير. أمر شديد الأهمية وأمر يستفز المسيحيين، لربما يكون مستفز وربما يكون الأمر عاديا. نحن ليس ضد انتقادات ضد البابا تودروس، بل نحن جميعا نحترم قداسته. البابا هو يعتبر الأب الأول والأخير لنا، ليس لنا أب، فهو يعتبر أب أرضي بعد كل أب لنا. الحقيقة الأمر كله رغبة وكله شدية. الناس بتتكلم وبتقول وبتعيد وبتزيد، فين سيدنا؟ سيدنا ما بيتكلمش ليه؟ سيدنا ما بيقولش ليه؟ سيدنا سيب الطفل شنو ده ليه؟ لكن يعني صراحة اتقال كلام جميل جدا جدا، اتقال كلام رائع جدا جدا. طيب يا ترى الكلام اللي قاله البابا تودروس، يا ترى هو من خيال الناس المصري، من خيال المصريين، ولا وهل الكلام ده أعجب المصريين، ولا هل الكلام ده استفزهم، ولا هل الكلام ده حقق رغباتهم وأمنياتهم؟ طيب وهل في أي مواضيع عن الطفل شنودة؟ كل ده حقيقة الأمر هنعرفه وهنشوف الدنيا فيها إيه. الطفل شنودة ده الكل حزين وبيبكي على هذا الطفل المسكين اللي ترك غصب عنه المسيحية، وترك غصب عنه أيضا إلهه المسيح، وليس بأي إرادته، ولكن مع كل ذلك الكنيسة أخذت طابع الصمت. حتى المسؤولين أخذوا طابع الصمت، لم نعرف السبب ولم نرغب، بالرغم إن فاطمة نعود كلمت وزيرة التضامن وإنها تخلي أستاذة أمال تشوف ابنها ووعدتها بالكلام ده، إلا إن الكلام ده لم يتحقق بالمرة، لم يتحقق بالمرة أبدا، والموضوع نام. واضح إن في حاجة غريبة، إيه هي؟ احنا ما نعرفوش ليه الصمت، وصمت الكنيسه بالذات. عفوا صلولي عندي برد، لكن ده من شغلي وحبي في قصه الطفل شنوده اللي كلنا بنبكي وتنهمر عيوننا دم. ليس كما يقول البعض انني ابحث عن شهره او ابحث عن ماديات. اللي عايز يقول يقول، اللي عايز يقول أي حاجة يقولها، لكن طبعا أكيد إحنا واثقين في ربنا ثقة عمياء إن هو هيتدخل، إن هو إيه هيتدخل. طيب يا جماعة، يعني أكيد أكيد البابا عارف حاجة إحنا ما نعرفهاش. البابا تودروس بيكشف صفات وبيكشف حاجات جميلة جدا جدا. طيب ازاي بقى الكلام دوت؟ هنشوفه، هنعرف ايه اللي بيعمله الاب المثالي دوت. طبعا كل ده لازم هنعرفه وهنكتشفه في الموضوع بتاعنا دوت. من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نعرفها زي ما قلنا، ان البابا ليه قدسيته وليه مقامه. احنا ما بنقدرش نقول اي كلمة على البابا لان زي ما قلت هو ابونا كلنا. انا معلش مركز عشان بحاول اظبط الفيديو وانا بكلمكم، وهنخش بالموضوع على طول. لكن انا منتظر برضو مشتركيني انهم يخشوا البث المباشر. وطبعا زي ما عارفين البث المباشر دوت ده من ضمن الحاجات اللي انا بحبها، عشان البابا تودروس يكشف صفات الاب المثالي في الاسره المسيحيه بالتضاعف واحتمال، ويقدم مثالا جيدا للابناء كما غسل السيد المسيح اقدام التلاميذ. كشف قداسه البابا تودروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المنقوصيه
خلال عظة الأربعاء الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بشوب القدرية المقصية بالعباسية صفات الأب المثالي في الأسرة. صورة الاتضاع والاحتمال، باب الاتضاع واحتماله يقدم مثالا جيدا للأبناء كما غسل السيد المسيح أقدام التلاميذ. يا سيد ليس رجلي فقط بل أيضا يدي ورأسي. وإذا لم يرزق أطفالا تكون لديه روح الأبوة، أما أنا خير لك من 10 بنين. يسند النفس المكسورة بالمشاعر القوية صورة الحب والتقدير، لديه القلب الذي يشعر ويصفح ويسامح. وإذا كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله، لأن الحب بالأفعال وليس بالعنف. صورة المعلم والمؤدب، يعلم ويرشد الأبناء باستمرار أثناء نموهم وأثناء كبرهم، وضع لهم مبادئ المسيحية. لدينا خبر آخر في عامها السابع، مبادرة فتيات في أدوار قيادية في مصر تحتفي بدور التعليم في بناء جيل جديد من القائدات وصناعي القرار. اتفرج بقى على الاستفزاز، اتفرج على الاستفزاز. هبة ذات 24 عاما تتقلد منصب وزيرة التضامن الاجتماعي لمدة يوم، وتلتقي القباح وتطلع على ملفات الوزارة المختلفة. ما التقتش المشنودة ليه مش عارف، وتعقد لقاءات مع قيادات الوزارة. وزيرة التضامن الاجتماعي تدير حوارا مفتوحا مع الفتاة وتجيب على كافة تساؤلاتها وتشيد بتحديها ومثابرتها على النجاح حتى أصبحت أيقونة وقدوة لأشقائها. هذا هو ما يثير غضب المسيحيين. في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للفتاة، استقبلت السيدة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي هبة عز العرب ذات 24 عاما لتتقلد مهاما منصبها لمدة يوم كوزيرة التضامن الاجتماعي. كلام مستفز، وذلك في إطار مبادرة فتيات في أدوار قيادية التي أطلقتها هيئة بلان انترناشونال العالمية في عام 2016 لتعزيز حق الفتيات في تقلد المناصب القيادية وتنفس لمصر، حتى رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي وسفارة كندا بالقاهرة منذ عام 2018. وخلال تقلب منصبها كوزير التضامن الاجتماعي لمدة يوم واحد، اطلعت عز العرب على الملفات الخاصة بعمل الوزارة والبرامج والمبادرات المنفذة، حيث أجابت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على أسئلة هبة بشأن ملفة الإعاقة والتي أبدت به اهتماما بالغا حول سبل دعم الوزارة لذوي الإعاقة وآليات التدريب والتأهيل المختلفة. وقد أبدت القباج سعادة نيفين القباج بهذا اللقاء مع هبة ابنة محافظة بني سويف خريجة كلية الإعلام بتقدير امتياز وعضو المجلس القومي للمرأة عن مقعد المرأة ذات الإعاقة ببني سويف، والتي استطاعت أن تتحدى إعاقتها الحركية وتواصل نجاحها كنموذج مشرف، وهي الآن مذيعة تحت التدريب بإحدى الفضائيات المقدمة. كل التقدير لوالد هبة على ما قدمه من جهد ورعاية ومرافقة لها في رحلة نجاحها، حيث تولي رعايتها بعد وفاة والدتها. فأصبحت هبة لأشقاء أيقونة وقدوة في التحدي والمثابرة والنجاح. أين الطفل شنودك؟ كما شهد اللقاء تناول ملف بتكافؤ الفرص التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة. أين ملف الطفل شنودك؟ حيث أكدت القباج أن السيد رئيس الجمهورية أصدر قرارا بإطلاق برنامج تكافؤ الفرص، والوزارة تقدم عددا من البرامج التي تساعد ذوي الإعاقة في مجال التعليم وتكافؤ الفرص من خلال سداد المصروفات على الطلبة من ذوي الإعاقة وغير القادرين اقتصاديا. أين الطفل شنودة؟ إضافة إلى إمدادهم بالأجهزة التعويضية المساعدة من الكراسي المتحركة والعصا البيضاء واللابتوب الناطق للإعاقات البصرية. أين الطفل الشنودة الذي أصبح معاقا بلا أب وأم؟ كما وفرت لهم مترجمي إشارة داخل الجامعات للإعاقات السمعية، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه وحدات التضامن. أين الطفل شنودك الاجتماعي داخل الجامعات، إضافة بتنفيذ برامج دعم نفسي لذوي الإعاقة وأسرهم والعمل من خلال برنامج وعي لتغيير ثقافة المجتمع بشأن ذوي الإعاقة، وفي إطار ملف تأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل. أين الطفل شنودك؟ أمر كثير الجدل، أمر كثير الحيرة، أمر كثير الرغبة في الحديث، الأمر مستفز وأكثر من الغاية ما من مستفز.
ماذا تم وماذا حدث؟ هل هذا هو الأمر؟ هل هذه هي مصر؟ لا أعتقد، إن مصر أقوى من كل ذلك، إن مصر أقوى من كل ذلك، إن مصرنا الحبيبة يقوى عليها كل مصري، يقوى عن الظلم، إن مصرنا الحبيبة هي أمنا جميعا، ليس أم لدين واحد، ليس أم لشخص واحد. الرئيس يجعل المواطنة بين كل المصريين، ولا يفرق أبدا بين مسيحي أو مسلم، ولا يفرق بين أي شخص مهما كان. لن ندع الفتنة تدخل بيننا، لن ندع الفتنة أبدا تكون في مسار المصريين. نيفين القباجي تصنع شيئا غريبا، وهو أنها تحتفي بدور التعليم في بناء جيل جديد، وصانع القرار بأن تجعل فتاة وزيرة ليوم واحد. هذا هو يوم ما هو؟ إطلاق الفرص وتكافؤ الفرص. تتحدى هذه الفتاة الإعاقة، كل ذلك فوق رؤوسنا، كل ذلك فوق رؤوسنا. ولكن إلى متى الاحتفال باليوم العالمي؟ الاحتفال باليوم العالمي. وكما قلنا إنه جاء، أكد مدير هيئة بلان انترناشونال على تحقيق كل شيء للمصريين، كما صرح أوبر إين أن اختيار الموضوع الرئيس السيسي لاحتفال اليوم العالمي تعليمك مفتاح قرارك، تعليمك مفتاح قرارك. استمع واسمع، هناك يأتي بظل سعي والتزام الهيئة بتعزيز حق الفتيات في الدمج في عمليات صناعة القرارات كمتطلب رئيسي لمخاطبة القضايا التي تؤثر عليهن وعلى مستقبلهم. اليوم العالمي للفتيات حقيقة الأمر، كما يأتي التعليم كمتطلب رئيسي لتحقيق هذه الأهداف، والأشمل والأعلى، والذي لا يقتصر فقط على تعلم القراءة والكتابة، بل إلى زيادة الخبرات. وأيضا حفل التخرج لأبناء قدرائية ملك جرجس بمدينة العاشر، الأساقفة يحتفلون والطفل شنودة مرمي بالشوارع، مرمي في دار الرعاية لا أحد زاره منذ 10 شهور. لماذا الأمر؟ لا نستطيع أن نعرف. احتفلت الكنيسة بتخرج الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية، وذلك بتشريف نيابة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر مأمورا، كما كرم يفتح خدمة القلب الفرحان لوزير المهام والهمم متحد الإعاقة. شارك بالحفل كورال إنجليز ببنها وصعيد الأنافورة لفريق بي إويك. أحبائي وأعزائي، إنه في اليوم العالمي، اليوم العالمي للفتيات. ماذا؟ السيدة نيفين القباجي، السيدة نيفين القباجي، السيدة نيفين القباجي تعلن خبرا سعيدا عن الطفل شنودة ورد فعل البابا تودروس. ما أجمل هذا الكلام، إنه كلام في كلام في كلام. ليست هذه الحقيقة، الحقيقة صادمة.
أنه لا يتدخل أي شخص مهما كان. لماذا الخوف؟ لماذا الصمت؟ نريد أن نعرف لماذا هذا الصمت التام؟ لماذا السكوت التام؟ لماذا الطفل شنودة يمر بهذه الأحداث؟ هل هذا هو الأمر؟ هل هذا هو المطلوب؟ لا أعتقد. السيد الرئيس يحتفي بكل المصريين، السيد الرئيس يحب كل المصريين، السيد الرئيس لا أبدا لا يفرق بين مسيحي أو مسلم، لا يفرق بين أي أحد. أشكركم أشكركم أشكركم.